ان بيان صادر عن مطرنيه ملوي وهسنا والاشمونين تهيب المطرنيه بابناء الشعب المصري جميعا مسلمين ومسيحيين ببدء بدرء الفتن والالتزام بالقانون وترك العقاب لكل متهم للقضاء العادل في اطار المسؤوليه الفرديه، وان ننأى جميعا بانفسنا عن قوانين الغابه او الفوضى او الانتقام من زوي او اهل او متاع او انسان، بعيدا عن تعليم الاديان التي نتمسك بها. وترجو الكنيسه عدم الانخراط او الانجراف وراء اعداء مصر بالداخل او الخارج الذين يريدون الفتنه والتفرقه ويحرضون على تكدير السلم الاجتماعي والامن المجتمعي، كما ترفض اي اساءه او تجاوز من اي شخص ضد اي ثابت من ثوابت الدين الاسلامي او المسيحي، وتدعو الجميع للتكاتف لبناء الوطن وحمايه مقدساته ووأد الفتن في مهدها. وتتقدم بالشكر للسيد اللواء الوزير محافظ المنيا ونائبه والسيد مدير الامن ومفتش جهاز الامن الوطني بالمنيا وجميع القيادات الامنيه والتنفيذيه والشعبيه والاوقاف والازهر وبيت العائله والساده نواب مجلس الشيوخ والنواب ولجنه المصالحات لسرعه استجابتهم وحضورهم في مكان الحدث وقيامهم بجهودهم لاعاده لم الشمل في القريه كما كانت. حمى الله مصر وبارك شعبها. بنتمنى دايما حمايه لمصر وشعبها، ده اللي احنا بنتمناه دايما طول الوقت، ويمكن انفاذ القانون هو الحل الوحيد لاي مشاكل من هذا النوع. هنطلع مع حضراتكم نشوف